السفاح الأسوأ سمعة في التاريخ. إنه جاك السفاح الذي زرع الرعب في الشوارع الفرعية لمدينة لندن أيام الملكة فيكتوريا، وكان يقتل ويقطع ضحاياه. لكن السفاح بقي على مدى 100 سنة مجهول الهوية. الآن ستكشف لنا الأبحاث الجنائية العصرية أدلة قد تقلب القضية رأسا على عقب. سوف تعيد هذه التحقيقات إحياء مسرح الجريمة، وتبدأ بدراسة الملفات لتكشف لنا هوية القاتل الحقيقي التي لم يتمكن أحد من تحديدها. سنفتح ملف جاك السفاح في هذه الحلقة من ملفات محيرة. من عام 1888 حتى عام 1891 قتلت 11 امرأة في منطقة وايت شابل الشهيرة الواقعة شرقي لندن. 5 من هذه الجرائم تحمل أوجها شبه مروعة، مما جعل أصابع الاتهام تتوجه نحو مجرم واحد مجهول الهوية. الضحايا كلهن من المومسات: ماري آن نيكولز، وآني تشابمان، وليز سترايد، وكاثرين إيدوز، وماري كالي. هذه الجرائم التي أودت بحياة عدد من المومسات كانت تقع خلال الفترة الممتدة بين شهر أغسطس وشهر نوفمبر، ثم تتوقف فجأة كما تبدأ. تعددت النظريات بشأن هوية القاتل عبر السنين. منهم من اتهم الماسونيين، ومنهم من اتهم أحد الأطباء الملكيين، حتى إن أحد أحفاد الملكة فيكتوريا قد اتهم. لكن على الرغم من تكرار التحقيقات في هذه الجرائم 5 مئات المرات، إلا أن المحققين يعتقدون أن كل واحدة منها تحمل أدلة مخبأة للمجرم الحقيقي. تطبق بات براون التقنيات الجنائية العصرية التي تعتمد في القرن 21 لتحقق في قضية السفاح. تعتمد التحقيقات الجنائية على الوسائل العلمية، تفحص كل الأدلة الحسية والسلوكية، ثم تحدد الوقائع التي حدثت في مسرح الجريمة ونوعية الشخص الذي ارتكبها. بدأت الجرائم في 31 من أغسطس عام 1888. وجدت ماري آن نيكولز في باكس رو إلى جانب الطريق مقابل مستشفى لندن. حنجرتها مقطوعة، وعلى فخذيها وجذعها آثار طعنات متكررة. بدت كأنها جريمة لا دافع لها، لكن المحققة الجنائية بات براون تعتقد أن في الموقع شيئا ما يتعلق بالقاتل. كان العديد من المصابين بمرض الزهري يعالجون في مستشفى لندن، وكانت هناك غرفة طوارئ، فوجود الضحية قرب المستشفى أمر مهم. كان مرض الزهري منتشرا في لندن، وكانت منطقة وايت شابل تعج بالمومسات، وكان العمال المهاجرون يقصدونها. البروفيسور بوب باكيت متخصص في الطب النفسي الشرعي: ربما كان جاك السفاح مصابا بأحد الأمراض المنتقلة جنسيا كمرض الزهري. لقد كان مرض الزهري منتشرا بين الناس عند الأطراف الشرقية لمدينة لندن، ولم يكن مقتصرا فقط على المومسات. خلال الثمانينيات من القرن 19 لم يكن لمرض الزهري علاج، وكان يؤدي إلى الجنون ثم الموت. ربما كان جاك قد دخل المستشفى لتلقي العلاج، ثم خرج من هناك غاضبا ويائسا. وقد تكون المومس ماري آن نيكولز هدفا سهلا ليصب غضبه عليه. الضحية الثانية آني تشابمان وجدت بعد 9 أيام في 8 سبتمبر على بعد أقل من كيلومتر في شارع هانبري. كما نيكولز كانت مومسا في متوسط عمرها، وكما نيكولز أيضا قطعت حنجرتها، لكن عندما قامت الشرطة بفحص جثة شابمان تبين أنها قطعت وفتح جسمها وانتزع رحمها. إن مسألة الأعضاء هي بالتأكيد مقلقة جدا. الرجال الذين يرتكبون جرائم من هذا النوع يأخذون تذكارا ليذكرهم بالضحية،
وليجعلهم يبقون على اتصال جسدي حسي وشهواتي بالجريمة وبالضحية. لكن نزع رحم امرأة ليس أمرا مألوفا. في هذه القضية انتقل المجرم من الطعن وقطع الحنجرة إلى نزع أعضاء من جسم الضحية، ليست أعضاء من جسمها وحسب، بل هي أيضا صلب طبيعتها الأنثوية. مثل مقتل المومس الثانية صدمة كبيرة للأمة بعدما انتشر الخبر عبر الصحف. على الفور ربطت جريمة أني شابمان بقضية نيكولز. ورغم أن مصطلح السفاح النمطي لم يكن معروفا في ثلاثينيات القرن الماضي، إلا أن الصحافة تحدثت عن قاتل جماعي وأثارت ضجة وهستيريا حول هذا الموضوع، حتى أن بعض الصحفيين عمد إلى تزوير رسائل تحمل توقيع القاتل بهدف الترويج لمقالاتهم. إحدى هذه الرسائل أرسلت في 25 من شهر سبتمبر، وهي تتحدث عن كيفية حصول القاتل على اسمه. الصحافة هي من أطلق على المجرم لقب جاك السفاح، وذلك بسبب التشويه المميز الذي كان يتركه على جثث ضحاياه. وصلت الرسالة، وبعد 3 أيام عثر على مومستين مذبوحتين في ليلة واحدة، فبلغ الذعر في وايت شابل أعلى مستوياته. قتلت إليزابيث قبل ساعة تقريبا من مقتل كاثرين إيدوز. قطعت حنجرتها، وساد اعتقاد لدى الناس بأن المجرم قد انزعج من المارة الذين كانوا متوجهين إلى ناد مجاور، فترك ضحيته وذهب لقتل كاثرين إيدوز. ومع أن إليزابيث سترايد لم تشوه، إلا أنه كان في مسرح الجريمة أدلة مهمة جدا بالنسبة إلى المحققين الجنائيين. قتلت سترايد خارج النادي الثقافي الدولي للعمال الذي يقع هنا في بيرنر ستريت. اللافت هو أن القاتل المتسلسل غالباً ما يرتكب جرائمه في المنطقة التي يصادف وجوده فيها. كان النادي يستضيف في تلك الليلة لقاءً عن اليهودية والاشتراكية. إذا كان جاك حاضراً في ذلك اللقاء تلك الليلة، فهذا يعني أنه قد ثار غضبه، بحيث خرج غاضباً معتبراً أن المجتمع قد أساء معاملته والتقى المومس ثم قتلها. تعتقد بات براون أن ثمة أدلة إضافية على هوية جاك السفاح يمكن أخذها من جريمته الثانية التي ارتكبها ليلة 30 من سبتمبر عندما قتل كاثرين إيدوز في مايتر سكوير. هل هناك من سبب يجعل المحققين يتوجهون إلى ساحة الجريمة؟ الجواب هو نعم، فالجرائم وقعت منذ عدة سنوات، وهذا ليس مسرح الجريمة الأصلي، إلا أن ما نريده هو فهم السبب الذي جعله يختار هذا المكان، فهو يستطيع أن ينظر إلى أسفل الطريق ويرى إن كان ثمة شرطي قادم، لأن المكان يؤمن له رؤية واضحة. مقتل إيدوز هو جريمة شنيعة مثيرة للاشمئزاز. قطعت حنجرتها وانتزعت أحشاؤها، وكانت تلك المرة الأولى التي يشوه فيها القاتل وجه ضحيته. رأى بعض الخبراء أن ذلك دليل على درجة جنون جاك المتصاعدة، لكن لبات براون نظرة أخرى للجريمة. وضعها باتجاه الحائط لأنه كان يريد قطع حنجرتها وأن يسيل دمها بعيدا عنه كي لا يتسخ. كان يحاول خنقها بعدما طرحها أرضا ليتمكن من تثبيتها في مكانها، لكنها قاومت. عندها استهدف عنقها ليصل إلى حنجرتها، وكان السكين في يده وهي كانت تنتفض. أراد أن يسيطر عليها ويشل حركتها، فتمكن منها وقام بقطع حنجرتها. كما نرى، إذا أدرنا الرأس فالوجه مصاب بأضرار جسيمة، والأرجح أن إصابات الوجه وقعت جراء الصراع الذي دار بين القاتل والضحية عندما كان يحاول طرحها أرضا. كاثرين ماتت، لكن جاك لم يكتفي. للمرة الثانية نزع القاتل رحم المرأة الميتة. عندما عثرت الشرطة على جثة كاثرين، كان جاك قد توارى، لكنه ترك دليلين إضافيين. وجدت قطعة من مريول إيدوز في الشارع المجاور، وعلى الجدار فوق القطعة هذه كلمات كتبت بالطبشور.
ساد الاعتقاد بأنها كتابة على الجدران معادية للسامية. عندها سارعت الشرطة إلى إزالة الكتابة خوفا من إثارة العنف والنعرات العنصرية. لكن تقرير الشرطة آنذاك غدا فحص الكتابة كشف أنها من أعمال القاتل نفسه. كتب دونالد رامبلو الكثير عن قضية السفاح. فيما يتعلق بالكتابة على الجدران التي وجدت في شارع جولستون عند ذلك المدخل، لا يمكن إلقاء اللوم على الرجال اليهود. من فعل ذلك هو باعتقاد جاك السفاح، هو من كتبها. كان مريول كاثرين إيدوز ملطخا بالدماء ومرميا على الأرض بالقرب من مكان الكتابة. أظن أن تلك رسالة كتبها جاك السفاح بخط يده. إن عدم القدرة على الندم وقبول اللوم ميزة نموذجية لدى المصابين بالخلل العقلي. ربما يكون اللقاء الذي عقد في النادي الثقافي في وقت مبكر من تلك الليلة قد أثار شعورا بالظلم لدى جاك. جريمة سترايد وقعت خارج ناد كان يشهد لقاء يهوديا ليلة الجريمة. إذا كان جاك حاضرا وسيطر عليه شعور بالظلم، قد يكون قد غضب فأراد أن يوصل رسالة إلى المجتمع تعبر عما كان يدور في نفسه. شعر أن الجميع يلومونه دون سبب، فخط على الجدار تلك الكتابة. براون متفقة مع رامبلو على أن القاتل هو من كتب على الجدار، وهي تشعر بأن الأخطاء اللغوية هي أيضا دليل على أن دماغ جاك كان قد بدأ يتضرر بفعل مرض تناسلي. كان قد بدأ يفقد قدراته الإدراكية، وكان يكتب بتلك الطريقة بسبب مرض زهري كما بسبب الغضب. إن مقتل لسترايد خارج تجمع لليهود الاشتراكيين والكتابة على الحائط دفعا بيبات للاعتقاد بأن السفاح قد يكون تاجرا يهوديا. لكن موضوع الديانات كان عام 1888 أمرا حساسا للغاية كما اليوم. هناك قتلة متسلسلون من كل الأعراق، هناك البيض والسود والأمريكيون اللاتينيون، والسبب هو أن الاضطرابات العقلية لا تعرف عرقا أو شعبا واحدا. أما في هذه الحالة فأنا أظن أن جاك سفاح يهودي، لكن لا علاقة بين كونه يهوديا وكونه سفاحا. بدأ تحقيق بات براون يتبلور. تاجر يهودي يعاني مرضا يفكك أنسجة دماغه. بعد 4 جرائم مروعة ازداد الضغط الشعبي على نحو لافت، لكن جو الخوف بدأ يشتد. في 9 نوفمبر وبعد مضي 6 أسابيع على الجريمة المزدوجة التي أودت بحياة إليزابيث سترايد وكاثرين إيدوز، وبعدما ظن الناس أن جاك السفاح توقف عن ارتكاب المجازر، وجدت ماري كالي المومس ابنة 25 ربيعا مقطعة في سريرها. لكن طبيعة الجريمة جعلت علماء الجرائم يتساءلون عما إذا كان القاتل نفسه خلف هذه الجريمة البشعة. هذه الحالة مختلفة عن الجرائم الأربع التي سبقتها، لذا فالسؤال هو إن كان القاتل واحدا. الجرائم الأربع وقعت في الطريق، هذه داخل منزل. ارتكب القاتل كل واحدة من جرائمه الأربع خلال دقائق، أما في المرة الأخيرة فقد كان لديه الوقت الكافي. جريمة كيلي وقعت داخل المنزل، فبقي مسرح الجريمة على حاله. قامت براون بإعادة تكوين الغرفة من خلال صور الشرطة وتقاريرها، فاستخلصت أن الضحية كانت على معرفة بالقاتل. هذه ملابس ماري كيلي وهي مطوية في هذا المكان. والآن إن كانت ماري قد جاءت برفقة زبونها وكان زبونها جاك، فهو عادة على عجلة من أمره. جاك يمسك بالضحية ويقتلها خلال ثوان، لكننا نرى الملابس مطوية بعناية وموضوعة على الكرسي. إذن إما أن تكون قد خلعت ثيابها ثم دخل إلى السرير وبعد ذلك ارتكب جريمته، وإما أنها كانت في سريرها ثم جاء وقرع الباب وهي تعرف من القادم فدعته إلى غرفة نومها وحصل شيء ما وأخيرا قتلها. شوهدت كيلي حية للمرة الأخيرة عند 2 فجرا. أفاد شهود أنهم رأوها قبل ذلك برفقة رجلين من زبائنها في تلك الليلة، كما بدا أيضا أنها كانت مستعدة للنوم من خلال ملابسها داخل الغرفة، لكنها لم تذهب للنوم. تشير النقاط إلى مكان أجزاء جثة ماري. تحت رأسها ثدي وكلية ورحم، الكبد بين الفخذين،
الطحال إلى جانبها. على الطاولة كومة من اللحم المنزوع من بطنها وفخذيها، أما النقطة السوداء فهي ترمز إلى قلبها الذي لم يعثر عليه. وجه ماري كيلي مشوه بطريقة رهيبة، كان من الصعب التعرف إليها. إن قيام المجرم بتقطيع الجثة يعزز اعتقاد بات براون بأن الضحية كانت تعرف القاتل. كانت هناك قطعة قماش فوق وجهها الذي قطع وشوه. إن كان القاتل يعرفها فهذا يعني أنه لم يشأ رؤية وجهها خلال تقطيعها. لقد أراد ربما القيام بعمله الشنيع دون أن يراها. كانت الصحف قد قدمت وصفا دقيقا للجريمة السابقة التي ذهبت ضحيتها كاثرين إيدوز بعدما شوه وجهها، لكن خبر الجريمة الجديدة كان معززا بالصور. رحم ماري أيضا ترك في مسرح الجريمة. هذا هو العضو الذي يعده جاك جائزته وغالبا ما يأخذه معه. أظن أن الجرائم الأربع قد ارتكبها جاك السفاح، أما هذه جريمة كيلي فقد ارتكبها شخص آخر. أراد أن يهمنا بأن الفاعل هو أيضا جاك. هناك فرق واحد أخير وحيوي بين مقتل ماري كيلي ومقتل النساء الأربع الأخريات، وهذا الفرق ربما يكون قد أربك الشرطة خلال التحقيق في الجرائم ومحاولة تحديد هوية القاتل. ترجح تقارير الشرطة المتعلقة بالجرائم السابقة أن طريقة تقطيع الجثث تشير إلى أن المجرم قد يكون جزاراً، فيما أشارت نتيجة تشريح جثة كيلي إلى أن القاتل لا يعرف شيئاً عن التشريح، مما جعل الشرطة تعتقد أن الجريمة الأخيرة ارتكبها شخص آخر. كان لدي شعور بأن المجرم يعمل جزاراً خبيراً بذبح المواشي، لأنه يتمتع بالخبرة الكافية لاستئصال تلك الأعضاء. السؤال هو من غير الجزار يستطيع أن يتجول في الطرقات مطمئناً وثيابه ملطخة بالدماء؟ أمام هذه المعطيات اشتبهت الشرطة بأحد الرجال، كان المحققون قد فقدوا أثره، رجل كانت الشرطة آنذاك تشتبه به لكنهم تجاهلوا أمره. عندما أنظر إلى صور كل المشتبه بهم الذين أعرفهم أجد أن واحدا منهم واسمه جاكوب ليفي قد يكون هو الفاعل. جاكوب جزار وتاجر لحوم يهودي. يحمل جاكوب الأوصاف التي أعطتها براون في تحقيقها لجهة الديانة والمهنة، لكن أوصاف السفاح تتطابق مع نظرية أخرى تعتمدها الشرطة لكشف الجرائم العصرية. تتنبأ تقنيات التحليل الجنائي الجغرافي بأن القاتل يقيم ضمن دائرة منطقة المجرمين. أما جاكوب ليفي فكان مقيما في فيلد جيت ستريت، ثم انتقل إلى عقار يملكه جزار آخر في ميدلسكس ستريت، كلاهما كان يقيم في منطقة الجرائم. لدينا متجر لحوم وشخص يملك المفتاح يستطيع التسلل تحت جنح الظلام من الشارع الخلفي فيصل إلى ميدلسكس الواقعة وسط منطقة الجرائم، ثم يدخل المتجر يخبئ كنوزه يغسل يديه ويعود إلى منزله. أدلت زوجته بإفادة قالت فيها إنه يعاني خللا عقليا. قالت زوجته أجل كانت هناك مشاكل بيني وبينه وكان فاشلا في عمله ثم توقف عن العمل وبدأ يتسكع في شوارع المدينة ولا نعرف أين هو الآن. قبل وقوع الجرائم كان ليفي قد أوقف بتهمة سرقة لحوم من رب عمله. قد تبدو هذه جنحة بسيطة، لكن الأطباء النفسيين يعتقدون أنها قد تحمل إشارات إلى أشياء أخرى. قد تكون هناك إشارات، ربما كان يقول أكاذيب من دون سبب أو يخدع الناس لأسباب تافهة، ربما كان غشاشا وغير صادق في أمور عديدة، ربما كان يسرق المال من الموظفين. تبين الآن من التحقيقات أن جاكوب ليفي كان مصابا بمرض تناسلي. كان متزوجا له أولاد لكنه كان مصابا بالزهري. تؤكد وثيقة وفاة جاكوب أنه توفي بسبب مرض الزهري الذي يكون قد أصيب به في شوارع منطقة وايت شابل. قضى عليه الزهري عام 1891 بعد مرور سنتين على جرائم السفاح. في آخر تقرير طبي له ادعى أنه يسمع ضجيجا غريبا، وأضاف أنه كان مرغما على ارتكاب أعمال لا أخلاقية. إن سماع ضجيج وأصوات تدعو المريض إلى القيام بأعمال معينة هو من عوارض الجنون الذي يترافق مع المرحلة الأخيرة من الزهري.
قد يكون مرض الزهري هو ما جعل المومس كاثرين إيدوز الضحية الرقم 4 وآخر ضحايا السفاح. ربما يكون المرض قد أفقده القدرة على ارتكاب هذه الجرائم المنظمة البشعة. لكن ربما كان هناك سبب آخر جعله يتوقف فجأة عن ارتكاب جرائمه. تاجر يهودي آخر يقيم في الجوار، شاهد عيان، يدعى جوزيف هايم ليفي. جوزيف ليفي هو أحد الرجال الثلاثة الذين شاهدوا إيدوز برفقة قاتلها، لكنه بدا غير متعاون وقال إنه لا يستطيع التعرف إلى أي من الوجوه، لكن كل المحققين الذين تكلموا معه شعروا بأنه يعرف الكثير ولا يريد أن يتكلم. عندما رفض جوزيف ليفي إعطاء أوصاف الرجل الذي قد يكون هو جاك السفاح، ازدادت الشكوك حول ما لديه من معلومات. أظن أنه تعرف إلى جايكوب ليفي، وهذا يعود لكونهما صديقين يعملان في مهنة واحدة وفي منطقة واحدة. يقع متجر جوزيف ليفي لبيع اللحوم على بعد 55 مترا من متجر المتهم. التزم جوزيف الهدوء، لكنه أعطى الشرطة بعض المعلومات المربكة، مما جعل أصابع الاتهام توجه نحو زميله. الشيء المهم الذي قاله جوزيف عن جاك أن قامته كانت أطول من قامة الضحية كاثرين إيدوز بخمسة سنتيمترات. كان طول قامة جايكوب ليفي مترا وواحدا وستين سنتيمترا، أما الضحية إيدوز فكانت أقل بخمسة سنتيمترات. لقد كان فرق القامة الذي تحدث عنه جوزيف، أي الخمسة سنتيمترات، أقل من الفرق الذي أعطاه شهود عيان آخرون، بالإضافة إلى أنهم تحدثوا عن مقاييس يصعب تصديقها. الأوصاف متطابقة مع جايكوب، كما كشف المحققون أيضا أن أوصاف جايكوب مطابقة للكثير من الأوصاف التي يتوقع المحللون الجنائيون أن تكون لجاك السفاح. أظن أن جاك ليفي هو جاك السفاح، وهو من ارتكب الجرائم الأربع، وأنا متأكدة من ذلك. كل الأدلة تدعم هذه النظرية، ولا أظن أن هناك قاتلا آخر. لدى هذا المتهم كل الدوافع لارتكاب الجرائم، إذا كان مرض الزهري قد انتقل إليه من خلال المومسات. هو يعيش أيضا في المنطقة التي وقعت فيها الجرائم، يملك متجر لحوم، يستطيع أن يخبئ الأعضاء البشرية بداخله ثم يغتسل. تؤكد شهادة وفاته أن مرضه كان قد وصل إلى مرحلة متقدمة بما يكفي ليصبح مختلا عقليا. وهو تاجر يهودي ماهر في استخدام السكاكين، ولديه خبرة لا بأس بها في التشريح. كل الدلائل تشير إلى أن جاك السفاح هو جزار وايت شابل جايكوب ليفي.